تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 58 لاندلاع الثورة الجزائرية، نظم الديوان الوطني للسياحة جولة سياحية لفائدة وسائل الإعلام المحلية إلى بعض ولايات الغرب والجنوب الغربي الجزائري، بدءا بولاية تلمسان مرورا بعين تيموشنت إلى معسكر وأخيرا إنعامة. هذه الجولة السياحية خاصة ومميزة عن باقي الجولات المنظمة من طرف الديوان الوطني للسياحة، فهي ذات طابع سياحي وتاريخي في آن واحد تحت شعار على خطى المقاومة الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة. المحطة الأولى ولاية تلمسان، أين كان في انتظار الصحفيين الدليل السياحي الذي رافقهم طيلة زيارتهم. أول موقع زاره الصحفيون المدعوون من طرف الديوان الوطني للسياحة هو قرية عطار، بالضبط موقع أبو مهاجر دينار الذي يعتبر محطة هامة في تاريخ المقاومة الأمازيغية في المنطقة. هو معلم تاريخي مهم شهد إسلام الكاهنة، حظنا أول لقاء حضاري بين الثقافة الأمازيغية والإسلامية، وهي الثقافة التي تأثر بها الأمير عبد القادر خلال مقاومته للاستعمار الفرنسي. طبعا نحن مشاركين ضمن الوفد الإعلامي المصاحب للديوان الوطني للسياحة في رحلته المخصصة للمنتوج السياحي الجديد المعنون على خطى الأمير عبد القادر وكذا على خطى الشيخ بوعمامة فيما تعلق بالمقاومة، مقاومة الجزائريين للمستعمر الفرنسي. المنتوج يحاول توصيل رسالة جد مهمة للشباب خاصة ولكل السواح في الداخل الجزائري، هي قضية استغلال المعالم والمقومات، مقومات التاريخ الجزائري لإثراء الألوان السياحية في الجزائر. وأظن أنه المنتوج فعلا مميز ويستحق الاهتمام والترويج له، لذلك نحن ها هنا كصحفيين من مختلف وسائل الإعلام نحاول أن ندعم الديوان الوطني للسياحة في هذه التجربة ولهذا المنتوج. زيارة قصيرة إلى المنصورة التي شيدها ملوك المرينيين، أين تمتع الصحفيون بهذا الصرح الحضاري العريق وتعرفوا عليه أكثر بمرافقة الدليل السياحي. مباشرة بعد ذلك توجه الصحفيون إلى قلب مدينة تلمسان، بالضبط إلى قصر المشور. هذه القلعة العظيمة بدأ في تأسيسها المرابطون وأتمها السلطان الزياني المراسن في أواسط القرن السابع هجري. تختزل لنا حضارة عريقة نميزها من خلال إبداعات الهندسة العربية الإسلامية التي نلمسها في كل شبر من هذا الموقع الذي ارتبط اسمه بالأمير عبد القادر، حيث أقام في مدينة تلمسان فترة غير قصيرة خلال مقاومته للاستعمار، أين اضطر إلى الهرب والتحصن بقلعة المشور.
L'objectif de l'émir Abdelkader en venant à Tlemcen est de rentrer dans le mouchoir. Et donc le conflit entre ceux qui étaient au mouchoir avant lui, l'armée française qui débarquait dans les régions, et donc chacun voulait acquérir, rentrer et occuper ce mouchoir. Émir Abdelkader, après moult difficultés, a pu rentrer puis sortir, et ce n'est qu'avec le traité de la Tafna qu'il a pu rentrer une dernière fois au mouchoir, puis le quitter après, compte tenu des événements et du conflit qui persistait avec l'armée française. المدينة القديمة لتلمسان بخلوة الإمام سنوسي، محطة أخرى مر بها الأمير عبد القادر فترة إقامته بتلمسان، درس فيها كتاب أم البراهين، كان يعتكف إلى هذا المكان في كل مرة قبل اتخاذ القرارات الحاسمة، سواء كانت المتعلقة بالمقاومة أو حتى القرارات الخاصة بمشاكل السكان. بعد حضور الصحفيين إلى جلسة دينية مميزة من جلسات خلوة الإمام السنوسي، توجهوا إلى البيت الذي أقام فيه الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة فترة تواجده في تلمسان. المكان له جذب، له قيمة، له قوة روحية قليلة ما توجد في الأماكن الأخرى. 18 متر مربع، نقدر نكونوا هنا 50-70 نتابعوا درس من الدروس. حبينا الدرس الأول هذا نتاع أمير عبد القادر بتلمسان، قبل أن يأتي الأمير عبد القادر إلى تلمسان كان والده سيدي محي الدين هو اللي كان يتردد على تلمسان ويطلع لسيدي شعيب أبي مدين ويعتكف ليأخذ القرار المناسب. L'émir Abdelkader est venu certainement avant de devenir émir, quand il était étudiant, quand il est revenu de la Mecque avec son père. Et donc avant 1830, il est venu. Il est juste, je pense, en 1830 avec son père, Mahidine. Et donc, je pense qu'il venait avec lui. Il venait souvent pour consulter Sidi Boumdine, pour visiter Sidi Boumdine et demeurer dans le haram de Sidi Boumdine pour demander conseil, pour réfléchir et demander conseil. إلى منطقة عشبة ببلدية عين فزة. أول ما ميز الصحفيين في الموقع هو تلك الكهوف والمغارات الصغيرة الموجودة في المكان. في هذا الموقع أقام الأمير عبد القادر أول زمالة له لمواجهة زحف الجيش الفرنسي في جانفي من عام 1936 ميلادي. كما يشهد المكان على أول عملية حربية إجرامية اقترفها المستعمر الفرنسي بإضرام النيران داخل الكهوف التي لجأ إليها السكان للاحتماء فيها، فماتوا كلهم اختناقا بداخلها. C'est dans ce lieu que la première bataille de l'émir Abdelkader a eu lieu face à l'armée française et il a pu retarder l'envahissement de Tlemcen par les colonnes de l'armée française. وصل الصحفيون المدعوون من طرف الديوان الوطني للسياحة رحلتهم في تتبع خطى الأمير عبد القادر، فكانت محطتهم الثانية ولاية عين تيموشانت إلى زاوية سيدي يعقوب الواقعة بدائرة والهاصة،
مكان جد هادئ ورائع. شهد المعركة التي خاضها الأمير عبد القادر في 25 أبريل من عام 1936 ميلادي ضد المستعمر الفرنسي، وسميت معركة سيدي يعقوب، جرت في هذه البلدة من سيدي يعقوب من هذا الموقع الذي نحن فيه إلى سيدي عيسى، يعني جبل تل مرتفع على بعد كيلومترين. هذه المعركة دخلها الأمير عبد القادر وجيشه، أو كما تعرض إليها المؤلف هذه الحرب في كتابه التاريخ الإداري والعسكري، دخلها بمعنويات تامة وبمعنويات مرتفعة وثقة تامة وتكتيك حديث، يعني أحاط جيش الأمير عبد القادر بجيش فرنسي، حاطت السوار بالمعصم. فكانت لكل حال المعركة هذه كان انتصر جيش الأمير في هذه المعركة انتصار باهر. تلمسان وعين تيموشانت إلى ولاية معسكر، إلى القتنة، مسقط رأس الأمير عبد القادر، وأين توجد زاوية سيدي محي الدين التي تتلمذ بها الأمير مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. كما كان في زيارة الزاوية كذلك السيد محمد أمين حاج السعيد كاتب الدولة المكلف بالسياحة، فوقف على مكانة هذه الزاوية التي تأسست سنة 1200 هجري، تولى شؤونها الشيخ محي الدين الحسني والد الأمير عبد القادر. Nous sommes justement en train de baliser le circuit dans la mesure où nous avons organisé un éductour au profit des médias nationaux que nous considérons, que nous avons toujours considéré, que nous considérons toujours comme nos partenaires les plus fidèles. Cet éductour se veut de mettre en valeur les sites historiques qui vont nous servir à réaliser des circuits touristiques, donc basés sur les richesses historiques que recèle notre pays. Et à ce propos, nous avons donc intitulé cet éductour sur les traces de la résistance. Cet éductour qui a commencé par les wilayas de Tlemcen et de Temouchent, arrivé à la wilaya de Mascareille, qui reprendra demain vers la wilaya de Naama, avec tout ce que recèle cette wilaya comme richesse et fort datant de l'époque donc coloniale, et retraçant l'héroïsme du Cheikh Bouamama. بعدها توجه السيد كاتب الدولة المكلف بالسياحة مع الصحفيين إلى المدرسة القرآنية المحادية للزاوية. في هذا الصدد احنا التقينا باش تكون ولاية معسكر أول وجهة لما تفخر بها هذه الولاية من مؤهلات تاريخية بحكم البطل الأمير عبد القادر، وفي مرحلة ثانية سوف يتوجه الوفد الإعلامي إلى ولاية النعامة للبطل الثاني الشيخ بوعمامة. دونك هذه الزيارة هنا لأجل معاينة المسلك، وبالتالي بماهية سيادة الوالي حين نديروا إن شاء الله مع الديوان الوطني للسياحة تاعنا مؤسسة الديوان الوطني رحلات سياحية لفائدة الشباب، رحلات سياحية تاريخية. On a participé à ce 10e éducteur organisé par le ministère du Tourisme et l'Office national du Tourisme. Ça a été, comme d'habitude, ça a été une aventure magnifique, une aventure humaine et cette fois-ci spirituelle et historique. Vu qu'on a, il y a eu un nouveau modèle qui a été développé, un nouveau pack qui a été développé par l'Office national du Tourisme, qu'on vient d'essayer, c'est le pack touristique. On a retracé la résistance algérienne contre l'occupation française. Ça a vraiment été une aventure unique dans son genre. C'est impressionnant. On essaiera en tant que journaliste de faire passer l'information à nos lecteurs, qui est la population, pour les encourager à essayer ce genre de produit. كانت متحف الأمير بن محي الدين، والذي يضم بعض أغراض الأمير من صور مخطوطات وآثار متعددة،
ترمز إلى شخصية الأمير كمؤسس للدولة الجزائرية الحديثة. Un produit touristique est un produit complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a les sites touristiques, historiques, culturels, thermaux, climatiques, ruraux, etc. Mais il y a aussi, et c'est très important, mais il y a aussi les structures d'accompagnement. On ne peut pas réaliser un circuit en l'absence de structures d'accueil. Et je suis extrêmement, je le dis là devant les caméras, extrêmement heureux de me retrouver dans un site pareil, un musée pareil, parce que justement, un circuit touristique inclut les musées, les hôtels, les restaurants, vous voyez toutes les structures qui sont censées accompagner le touriste, parce que le touriste, s'il est vrai qu'il ne vient pas pour l'hébergement, a quand même besoin des structures d'accompagnement. Donc, nous sommes accompagnés par notre entreprise nationale, l'Office national du tourisme, l'ONAT, qui est présent et qui est en train justement de s'enquérir de la situation. Monsieur le Wali ne ménage aucun effort pour garantir à cette wilaya très prometteuse les structures d'accueil qui seront susceptibles donc de provoquer son décollage touristique. Pour le moment, nous sommes en train de recenser ce qu'il y a, donc l'existant, et nous allons donc commencer dans les semaines qui vont venir à organiser des circuits, notamment à destination des jeunes. Pourquoi les jeunes ? Parce que 67% de la population totale algérienne a moins de 30 ans. C'est très important. Et puis nous insisterons beaucoup sur la nécessité d'utiliser les techniques d'information et de communication au niveau des établissements, toutes catégories confondues, restaurants, touristiques, hôtels, etc. Parce que les jeunes aiment beaucoup les réseaux sociaux. Et nous allons utiliser ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, etc., en vue de faire la promotion de l'Algérie touristique, l'Algérie historique, l'Algérie culturelle, l'Algérie profonde. انتقل بعدها الصحفيون بمعية السيد كاتب الدولة المكلف بالسياحة إلى مسجد الأمير عبد القادر، أو كما يسمى مسجد عين البيضة، الذي شهد البيعة الثانية للأمير عبد القادر بتاريخ 4 فبراير من عام 1833 ميلادي، مما جعله معلما تاريخيا مهما. لي سيركوي اماكن التواجد نشاطات عسكريه وغيرها. وانتم راكم قايمين بالواجب، الله يوفقكم الخير، ولا يعطيكم بيطه نصاط اللي تكون معكم، اذا تفكرتوا يعاونوكم ولا نسيتوا يذكركم. امين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. بعدها توجهوا إلى محكمة الأمير التي اتخذها المحكمة الرئيسية للدولة الجزائرية الحديثة. غير أنهم وجدوها خاضعة لعمليات ترميم واسعة. كذلك هو الحال بالنسبة لدار القيادة التي أنجزت منتصف القرن الثامن عشر. Thank you.
الأمير موقع تاريخي آخر وقف عنده السيد كاتب الدولة والصحفيين والذي يذكرون بشخصية الأمير وبطولاته. موقع زاره الصحفيون بمعية السيد كاتب الدولة المكلف بالسياحة في ولاية معسكر هو منطقة غريس، أين تمت المبايعة الأولى للأمير تحت شجرة الدردار في 27 نوفمبر من عام 1832 ميلادي. كان الموضوع والعنوان يعني على خطى الأمير عبد القادر، أين اكتشفنا معظم المحطات التي مر بها بدءا من مدينة نيمسان إلى غاية مدينة معسكر. تعرفنا على أمير الشاعر، الأمير الكاتب، الأمير المجاهد، الأمير الغيور على وطن، الأمير الذي ضحى من أجل الجزائر، وهذا من أجل هدف واحد وأوحد، وهو أن نجعل من هذا المسار مسار قبلة للسياحة التاريخية في بلادنا. الوجهة الموالية والأخيرة في هذه الرحلة السياحية والتاريخية في آن واحد هي عين الصفراء بولاية عامة، من أجل التعرف على شخصية أخرى من شخصيات المقاومة الجزائرية، هو الشيخ بوعمامة رائد المقاومة الشعبية في الجنوب الغربي الجزائري. مقاومة الشيخ بوعمامة بدأت من 1880 إلى غاية 1908، وكانت أكبر معركة التي قام بها تازينة بالقرب من بوغطب، وهي أكبر معركة قام بها، والمناطق كل القبائل القريبة من المنطقة تاع ولاية نعامة ولاية البيض إلى غاية غردائي وبشار كلها كانت تعطي الولاء للشيخ بوعمام. بشر الصحفيون المدعوون من طرف الديوان الوطني للسياحة زيارتهم في المنطقة بالتوجه إلى قلعة الشيخ بوعمامة. أكثر ما شد انتباههم هو الأسلوب المعماري الذي استخدم في تشييد هذه القلعة، والذي يتلائم مع طبيعة المنطقة والظروف التاريخية السائدة آنذاك. الشيخ بوعمامة وجد بهذه المنطقة بقلعة الشيخ بوعمامة الدعم الكامل واللوجستي، وبذلك استطاع أن يصل إلى مبتغاه. بعدها توجه الصحفيون إلى برج المراقبة الذي من خلاله استمتعوا بمنظر شامل على منطقة مقرار من القصر القديم إلى الواحات الرائعة.
من قلعة الشيخ بوعمامة إلى الصخور المنقوشة التي تعكس لنا التنوع السياحي في المنطقة وما تسخر به من مؤهلات طبيعية مميزة. Encore une fois, je suis émerveillé. Donc après déjà plusieurs visites qui nous ont permis de voir le contraste sur le plan culturel, sur le plan naturel, les différents sites, une véritable mosaïque de couleurs, de lumières, etc. Cette fois, nous partons sur les traces de l'histoire, plus exactement sur les traces de la résistance algérienne, en découvrant un petit peu les lieux qui ont marqué deux grands noms de la résistance algérienne, à savoir l'émir Abdelkader et Cheikh Bouamama. Donc pour l'émir Abdelkader, nous avons pu découvrir les différents lieux qui ont vu sa naissance, qui ont vu son éducation, qui ont vu un petit peu aussi les batailles qu'il a fait contre le colonialisme. Aujourd'hui, nous sommes ici dans un magnifique site de gravures rupestres, pas très loin du fort qui a vu un petit peu aussi une partie de l'histoire de Cheikh Bouamama, qui est quand même assez connu dans la résistance, autant que l'émir Abdelkader. Et pour les impressions, à chaque fois on découvre que plus de trésors, que l'Algérie, on a beau dire que c'est un beau pays, on a beau dire que c'est un pays multiple, mais il faut vraiment visiter pour pouvoir découvrir l'ampleur de cette multiplicité, de ce contraste. انتهت الرحلة السياحية والتاريخية التي نظمها الديوان الوطني للسياحة والتي سمحت للصحفيين بالتعرف على المواقع والشواهد التاريخية التي صنع فيها الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة أهم المقاومات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي في الغرب والجنوب الغربي الجزائري، إضافة إلى المواقع السياحية التي تزخر بها بلادنا عبر كامل ربوعها.